مساكم الله بالخير ويا هلا فيكم مشاهدي قناه اس بي سي ومستمعي اذاعه الرياض في حلقه جديده من برنامج تم. الليله راح نسلط الضوء عن واقع السمنه في المملكه، معدلات ارتفاعها وفق الاحصاءات الرسميه، بالرغم من وجود حملات يعني رفع الوعي والبرامج الوطنيه لمكافحتها. راح نناقش بعد طرق العلاج والحلول الحقيقيه للحد من هالمخاطر اللي تنجم من موضوع السمنه على الصغار قبل الكبار، في الوقت اللي احنا نشوف فيه الآن يعني وازدهرت فيه تجارة وهم التخسيس في مواقع التواصل الاجتماعي، اللي يعني كل شوي طالع لك إعلان من هالإعلانات بعقارات تسهم في تخفيف الوزن من غير أي حمية، من غير بذل أي جهد. مجموعات خفية في الداخل والخارج تتحايل على الأنظمة والقوانين في سبيل وصولها إلى جيب المريض والتلاعب في صحته. خلونا ارحب قبل ما نشوف التغطيه، ارحب بضيوفي، ارحب بالدكتوره زينب الغامدي رئيسه قسم التغذيه في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ارحب كذلك بالدكتور نايف العنزي استشاري جراحه السمنه ورئيس لجنه التواصل بالجمعيه السعوديه للسمنه، وارحب كذلك بالاستاذ محمد بن مرشد وهو مؤلف كتاب انحف وانت نايم. ها ولا لا؟ نعم صحيح. انحف وانت نايم؟ بالفعل. طيب هو عنده تجربه في موضوع يعني الحميه ومواجهه السمنه، راح يرويها لنا بس بطريقته ان شاء الله. خلونا ننطلق من هالتقرير الاستقصائي، بعدها نفتح الملف. مرت الحلول العلاجية للسمنة المفرطة بعدد من التغيرات خلال الأعوام الماضية، وظهرت مؤخرا حلول العلاج الدوائي أو العلاج الغذائي والنشاط الحركي اللذين يتطلبان جهدا ووقتا للقيام بهما، أو العلاج الجراحي المكلف وما يرافقه من مخاطر. يعرضون لك منتجاتهم في أكثر شيء في تويتر وإنستغرام، فجأة يجي واحد يمر على حسابك شوف لك صور، إذا كنت رجال ثقيل صاحب وزن عالي يجي يراسلك أنت عندك وزن عالي وشفت صورتك، أنا أخصائي تغذية فلان وحنا الشركة الفلانية والشركة هذه عندنا منتجات، عندنا منتجات تزيدك عضل، عندنا منتجات تعطيك بروتينات، عندنا منتجات تحرق الدهون مثلا 35 كيلو في 21 يوم. أنا بديت مشاكل السمنة من فترة، طبعا حاولت انحف بكل الطرق، استخدمت حبوب التخسيس اللي تنباع في المواقع عن طريق بعض الصيدليات، طبعا ما جابت نتيجة معي. معاناتي مثل معاناة اي مريض سمنة، لو اتكلم مع مريض سمنة يعرف المعاناة بدون ما اتكلم. صعوبة بالتنفس، مشاكل زيادة السكر، المفاصل، العضلات، الكسل، الخمول، التعب، الشهية المفتوحة المستمرة للأكل، كل هذه كانت مشاكل تأثر على حياتنا اليومية، حتى على أداء الأعمال البسيطة كانت تأثر علينا. كنت أحاول عن طريق الأدوية الشعبية، عن طريق التواصل مع أشخاص إذا عندهم طرق يعني سهلة لإنقاص الوزن، ولكن للأسف ما كان في أي فائدة، وبالذات يعني في الطب الشعبي. أنا أخذت دواء شعبي وسبب لي مشاكل في المعدة ومشاكل في الأمعاء، ولكن يعني ما قدرت استمر يعني بسبب المشاكل هذه. منظمة الصحة العالمية تحذر بأن 2.7 مليار شخص بالغ حول العالم سوف يصابون بزيادة الوزن والسمنة بحلول عام 2025، ولذا نشطت تجارة الأدوية الغير مرخصة للتخسيس وكثرت تجارتها عبر المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل وإيهام مصابي السمنة بسرعة النتائج وأمانها، وتوصيل تلك الأدوية عبر مندوبي توصيل لا يعرفون شيئا من مكوناتها ولا أضرارها. أكلمهم لو في عندهم، مين أكلم؟ الإخصائية لو هم عندهم توصيل الكلام ده كله، وأنا برضو عملت كده. أنا لما تعرفت عليهم عن طريق النت، ايوه فاهم، بعت قلت يا جماعه انا عندي سياره واللي عايز يوصل وكده، الناس دخلت عندي وقالت لي انا شركه كذا ولو عايز توصل لنا منتجات ما فيش مشكله، وهكذا. في الاخر مندوب توصيل يعني. ادويه التخفيف والتخسيس يتم غشها بادويه محظوره عالميا مثل ماده السيبوترامين
لإعطاء تأثير يوهم المستخدم بفعالية هذه المنتجات. يواجه الأشخاص المصابين بداء السمنة خيارات مخيفة للحصول على وزن مثالي، وقد تصيب البعض بأضرار إضافية. هل تواجه الجهات الرقابية هذه الحملات العشوائية من التسويق للأدوية المضرة لمنع حدوث مضاعفات للمصابين قد تكلفهم حياتهم؟ لبرنامج تم، حسن الدهمة. تابعنا التقرير الدكتورة زينب. يعني شفنا التقرير، ممكن يعني معدلات السمنة عندنا إحصاءات بنحكي عنها، لكن المشكلة موجودة، وهناك أناس استغلوا يعني انتشار السمنة بالترويج لعقارات قد تضر صحة الناس، وراح نستشهد حتى بشواهد عالمية حولها. صحيح، عندنا شريحة كبيرة من الناس تبغى نتيجة سريعة، يا أما أنهم عندهم العجلة بأنهم يبغون النتيجة أن الوزن ينزل، بينما يعني قد ما نحاول نشرح لهم أن اللي جاء في خلال سنوات ما راح يروح بعصا سحرية في خلال شهر أو في خلال أسبوع أو في خلال أسبوعين، فيتجهون إلى الأدوية والعقارات. وللأسف في أمثلة يعني وهمية تنحط لهم بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الشخص كان وزنه كذا ونزل في خلال كم شهر صار كذا. بعضهم ما عندهم في نفس الوقت يعني لا يبي يسوي حمية ولا عنده البرجت أو الميزانية الكافية أنه يلجأ مثلا إلى الجراحات السمنة، فيضطرون أنهم يأخذون الأرخص والأسرع والوهم، تجارة الوهم اللي بالسوشيال ميديا أنهم يشترون العقارات هذه. طيب دكتور نايف، شو رأيك في هل يعني هل أبلشونا ونشبون لنا ومنتشرين ويتزايدون هذول اللي في مواقع التواصل الاجتماعي بهالعقارات اللي يروجون لها؟ لا، وحتى يمكن زميلنا حتى المراسل شاف كيف قاعد يتفاوض مع واحد موصل له الأدوية مرخصة غير مرخصة، ما يعني لهم هذا الشيء. صح. طيب أولا الله يمس الجميع بالخير، احنا دائما وظيفتنا كأطباء أو كخصائيين تغذية أو كناس تشتغل في المجال الطبي أن ننوح وننصح ونرشد الناس عن الصح والغلط، خصوصا فيما يخص اللي هو موضوع السمنة، لأنه صار هاجس لكثير من الناس يبغى ينحف ويصل الوزن اللي هو يبغاه بأسرع طريقة زي ما ذكرت الدكتورة زينب. لكن طبعا أنت الآن أدخل في تويتر في أي يعني أي مثلا مقال عليه زحم كبير من الردود حتلقى لهم إعلانات. صحيح. أنا يمكن تناقشنا بالشيء هذا قبل شوي في الفاصل، أنه في دور كبير أيضا على هيئة الغذاء والدواء من هذه تحديدا على هذا الموضوع في مراقبة النوعية هذه من الناس اللي توصل أدوية التخسيس. إحنا نعرف أنه في أدوية مصرح فيها وأدوية معترف فيها في هيئة الغذاء والدواء. نعم الحل ما هو التدخل الجراحي، نعم إحنا كجراحين نتمنى المرضى كلها تدخل الجراح، لكن في خطوات معينة لازم يمشي فيها المريض. واحدة من الحلول اللي هي أدوية التخسيس، لكن في أدوية مصرحة من هيئة الغذاء والدواء سواء السعودية ولا الأمريكية، لكن في تصريح ليش؟ لأن عملت عليها دراسات وأبحاث أثبتت فعاليتها في نزول الوزن. أيضا الأدوية هذه ما هي سحر، هذه أدوية تعطيك نزول لكن ما هي النزول الكبير اللي أنت تتخيل. وين خطورتها؟ أبغى منك بس يعني كم. إحنا طبعاً أغلب الأدوية اللي تأخذ إحنا أو تكلمنا عن المصرح فيها هي تلعب على منطقة اللي هو منطقة هرمون الجوع والشبع في الدماغ، فتغير في بعض الهرمونات فتساعد على التقليل من الإحساس بالجوع، هذه فكرتها. في بعض الأدوية الأخرى اللي هي تستخدم لتقليل امتصاص الدهون فتساعد تقريبا تنزل من 9 إلى 10 تصل إلى 12 كيلو خلال فترة اللي هو استخدام التخسيس إلى شهرين. العيب اللي يصير في أدوية التخسيس، لا زي ما ذكر الدكتور أو الصيدلي في التقرير، أنه في أدوية تمزج مع المحتوى الغير معروف وأغلبها أشياء كيميائية لها أضرار في أعشاب. أنت تعرف الأعشاب لها مضار كثيرة إذا ما يعني درست اللي هو عمل عليها دراسات في المختبر وتم تصريحها، فهذه لها أضرار على النفسية، لها أضرار على معدة الإنسان، لها أضرار في هرمونات الجسم، أضرار كثيرة.
في ولا نعم. يعني بس جزئيا انه في احدى الادويه كانت مصرحه في فتره قبل حوالي 15 سنه ومع ذلك تم ايقافها، ليش؟ سوت وفاه لثلاثه او اربعه اشخاص بعد استخدامها، فتم قطعها تماما. وهي مصرحه دواء قديم نسيت اسمه، كان من المصرح، فجلس تصريحه ثلاثه اشهر بعدين تم ايقافه تماما على المستوى العالمي. طيب انا بنكمل على هالجزئيه ونتكلم حتى عن موضوع الجانب التغذيه تجربه يعني، لكن بس ليش موضوع الاعلانات؟ انا بعطيكم بس يعني في انطلقت يمكن حتى خلال الاشهر الماضيه، كان في سبتمبر 23/2019 قريب ما هو بعيد، محاكمة مسؤولي عقار إنقاص الوزن هذا في فرنسا في باريس. هذا العقار تسبب في وفاة 2000 شخص. هذا الدواء كان اسمه ميدياتور، هذا كان يعني طبعا يدخل فيها مين اللي قاعد يحاكمون، بس مش يعني اللي أنتجوا العقار، اللي أنتجوا العقار اللي ظللوا الناس، الجهات اللي تصرح يعني وصرحت لهذا العقار أنه يباع في الأسواق، اللي روجوا له أمور كثيرة، ولعل إن شاء الله يكون في حراك قوي لمواجهة هالآفة اللي موجودة عندنا، يعني يقف وراءها نصابين وعصابات يروجون لها المنتجات يدخلونها، ما أدري شلون يدخلونها، ومنتشرين في مواقع التواصل بشكل يا أخي لو يعني كل مكان تلقاهم شيء يعني مقزز وفي تلوث بصري كبير قاعدين يعني يقومون فيه، لا هم ولا غيرهم حقين المنتجات يعني هذا حق تنحيف، بعضهم حقات تكبير وتصغير، امور كثيره قاعده تصير وترويج لها بطريقه حقيقه يعني فيها تلوث بصري كبير وفيها ضرر على صحه الناس. فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم. يا هلا فيكم من جديد، نتحدث ونكمل حوارنا عن موضوع السمنة ودعايات التضليل اللي قاعدة تصير وكيف يمكن نكون لنا دور لا توعوي ولا كذلك يعني جانب إجرائي رقابي في مواجهة كل من يروج الوهم في التخسيس. محمد خليني أسألك يعني قبل ما أبدأ بتجربتك، هذه المنتجات أنت أنا أجيبك كواحد عاش تجربة قبل أن يؤلف ويوثق التجربة. نعم. منتجات التخسيس هذه اللي روج لها في مواقع التواصل وغيرها، نعم. كيف تراها وهل فعلا جربتها؟ والله شوف أنا جربتها قبل لا أفكر، لأنه أنا عشت 5 سنوات في السمنة، أنا كنت وزن طبيعي وبعدين صبت بالسمنة لمدة 5 سنوات تقريبا، فكان من ضمن كم كان وزنك؟ كان وزني 85. إيه الآن 65 64، فكان من ضمن هذه الأشياء اقتراحات يعني أنا بتأثر باللي يسمونه وورد أوف ماوث أكثر من مسألة أنه أشوف إعلان أحد الأصدقاء عرض علي وكذا، فأنا كنت وقتها متأكد أنه غير صحيح، لكن سبحان الله الغريق يتمسك بقشة فقلت أجرب. للأسف كانت جدا فاشلة وسببت لي مشاكل وتركتها ورجعت أحاول على الطرق القديمة، لكن كانت فعلا تجربة أنا لو ما جربتها ما حقدر أحكم صراحة. من اللي شجعهم يتواجدون بهذا الشكل؟ والمعلومية أنا جايبها عن طريق شخص من البحرين، عن طريق صديق، زي ما فعلا يعني شغلة طويلة. أي نعم. طيب من اللي شجعهم أنهم يتواجدون بهذا الشكل وبهذه الطريقة؟ اللي شجعهم أنه السمنة متفشية بشكل كبير والناس تبحث عن حلول مهما كانت هذه الحلول، الناس تبغى تجرب، فهم لقيوا سوق وطلب كبير ولكن ما في منتج، فقاموا المنتج حتى اي شيء يوردونه، هذه المشكله. طيب خلي بس دامك تتكلم عن الاحصاءات، هذا عام 2019 نسبه السمنه في السعوديه وصلت الى 59.4% وفقا لنشره الهيئه العامه للغذاء والدواء، هذه تعتبر نسبه كبيره دكتوره. تقريبا نصف المجتمع مصاب بالسمنه. وهذا مؤشر خطير. طبعا. ليش؟ يعني عندك الان اول شيء نحتاج توعيه، برامج توعويه اكثر، البرامج التوعويه اللي عندنا بالماده الاعلاميه عندنا ما هي مستمره وما توصل للشخص بالطريقه الصح، يعني للاسف ان المنتجات هذه توصل للمستقبل او للشخص قبل ما توصل الماده الاعلاميه بطريقه توعويه، فعشان كذا تلقى الناس يستخدمونها على طول، بس ماده توعويه ما هي موجوده دائما، مين موجوده بالشوارع، مين موجوده بالمدارس، مين موجوده بالمستشفيات،
فلازم تكون موجوده في كل مكان، تطلع بوب اب مثلا بالسوشيال ميديا مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، ليش ما يكون عندنا مواد اعلاميه موجوده؟ مخاطر الادويه هذه، مخاطر العقارات، العقارات والعقاقير. ليش ما هي موجوده باستمرار عندنا بالسوشيال ميديا؟ العقاقير، اتكلم على العقاقير. ليش ما هي موجوده دائما باستمرار عندنا؟ للاسف دائما تلقى الشيء اللي مصلحه المواطن او مصلحه المستهلك ما كثير عليه يسلط الضوء عليه. طيب هل كان ينقصنا هو موضوع التوعيه؟ طبعا. ام اللي نحتاجه هو اكبر من موضوع التوعيه؟ اعطيك مثال، يعني لما نقول الناس امشوا على سبيل المثال، طيب ما عندي ممرات مشاة ولا عندي مثلا اماكن مهيئه اني امشي، لما تجي والله على سبيل المثال يعني من ضمن الـ يعني الحملات اللي قاعدين نشوفها موضوع مثلا وزاره الصحه صار الزم انه مثلا معاهد الغذاء والدواء توضع السعرات الحراريه في المطاعم لكل وجبه من الوجبات. صح، طيب قبل ما تسوي خطوه مره كويسه. طيب كويسه، قبل ما تصير كويسه انت علمتني كم احتاج انا بالسعر الحراريه في اليوم عشان اعرف انا والله لا زدت عن السعرات، انا والله معناته اللي يصير يعني على الاقل احسن من ولا شيء. انا من وجهه نظري يعني على الاقل احسن من ولا شيء، يعني المسج مو بشرط ان المسج كلها توصل مره واحده. هالمره هالسنه هذه او السنه اللي فاتت 2019 هيئه الغذاء والدواء سوت هالحملة الرهيبة صراحة، وكان صداها مرة كويس للمطاعم. في بعض القراءات ما هي صحيحة، بس على الأقل المسج اللي وصلت أني أنا لازم أراقب أكلي. يعني مو بس أكل أي شيء وأشتري أي شيء، لازم أبدأ أراقب. لو كانت المسج بتبدأ من المدرسة، أنا يعني أشوف أنها تبدأ من المدرسة، من حتى الحضانة أو من الروضة، حتكون المسج فعلاً وصلت بالطريقه اللي احنا. كيف تبدا المدرسه؟ احيانا اذا المقصف المدرسه يبيع لك صبه اللي مشكل فلافل، هذه ضرب لحالها 1000 سعر حراريه. يعني من المدرسه تكون توعيه، هي 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 كولابوريشن يعني، او هي تعاون مشترك، ما هي جهه واحده مسؤوله عنها. انا ما اقدر اقول هيئه الغذاء والدواء هي مسؤوله او مثلا الاعلام هو المسؤول، هم لازم يكون في تعاون مشترك. التعليم مع الصحة، مع الإعلام، مع وزارة التجارة والصناعة، مع هيئة الغذاء والدواء، لازم يكون في هيئة تربطهم كلهم بحيث أنها تكون مسؤولة عن تمشي بشكل يعني بارالل يعني. طيب طبعا احنا بس عشان نوضح انه في فرق بين السمنة وبين الوزن الزائد، صحيح؟ صحيح. يعني وهذا بناء على الكتلة، كتلة الجسم اتوقع. صحيح. لو بس توضح، لانه وفقا لما نقول وصلت نسبة السمنة عندنا 59.4%، يقول لك 30% طبعا 59.4، عندك 30.7 وزن زائد و 28.7 عندهم سمنة. طبعا احنا في قراءاتنا او تحديد من هو سمين، من هو زائد في الوزن، من هو نحيف، دائما احنا عندنا معايير نمشي عليها. المعيار الاساسي اللي هو كتله الجسم، اللي الان اصبح طبعا شائع يستخدم بكثره بين الاطباء. طبعا فكرته انه هو احنا عشان نحسب الكتله نقسم اللي هو الوزن بالكيلو على الطول بالمتر المربع. الناتج لما يوصل عندنا 25 و 25 وتحت، هذا يعتبر تقريبا في الوزن الطبيعي الى تقريبا 20 او 19. لما نصل من 25 الى 30 هذه تعتبر زياده في الوزن. وزن زائد. فهذا اللي انت تتكلم عنه الان. فوق 30 سمنه. ايوه فوق 30 سمنه. نجي الحين نقسم السمنه. لسه فيها اقسام. تحسب من 30 الى 35 هذه تعتبر سمنه من الدرجه الاولى. 35 الى 40 هذه سمنه من الدرجه الثانيه، واكثر من 40 سمنه من الدرجه الثالثه اللي احنا نسميها السمنه المفرطه. طيب خلينا الان نتكلم عن، يعني انا بجيك بركز معك الموضوع الاكل، لانه عند يعني اذكر يعني واحد قال كنا مجموعه واحد عنده سمنه، فقال ما في حل واحد سكر فمك. فبجيب موضوع الاكل عندك والتغذيه وتغذيتنا، هل كان عندنا مفهوم خاطئ في موضوع التغذيه لا نوع الوجبات لا عدد. لكن خلينا اجي الان بحكم انك جراح، خلينا نتكلم عن انتشر عندنا بعد موضوع العمليات، اما قص المعده او عندك عمليات البالون او غيرها من العمليات اللي قاعدين تسوونها يا الجراحين على من عندهم سمنه مفرطه. في حديث عن انها متى يلجا لها الواحد، في حديث انها صارت تجاره للاسف، حتى من لا يستدعي تدخل جراحي
في أطباء يقومون بإجراء عمليات جراحية له. طبعا احنا زي ما قلت لك تحكمنا المعايير الرئيسية في موضوع اللي هو كتلة الجسم. ما أجي أقول لك هي تجارة هي، لكن هي في الأخير يعني من يستحق العملية بيروح لها. صار في حديث يمكن قبل كم يوم مع أحد الزملاء أنه أنتم نفس الكلام اللي ذكرته، لكن أنا أقول له دائما المريض لما يجيني قال ليش ما تشجعون الناس على الرياضة وعلى الأكل الصحي؟ قلت هذا لما المريض يجيني أنا في العيادة أنا أعرف أنه المريض تجاوز المراحل هذه كلها فوصل إلى آخر الطب الكي، فوصل إلى الجراحة. نعم الجراحة ما هي أول خطوة يمر فيها الإنسان، لابد يمر في الرياضة، لازم يمر في حمية معينة ويلتزم فيها، فلما يفشل بهذه كلها يلجأ إلى موضوع الجراحة. الجراحة طبعا إحنا ما نسوق للجراحة بالمسوى التسويق، لكن لما يجيني المريض وهو يستحق العملية نعم أنا أعمل له العملية. المريض لما يجيني مثلا كتلة 33 وعنده سكر له 10 سنوات وهو في صراع مع السكر، المريض هنا ما يبغى يتخلص من، يعني هو ما يبغى يوصل إلى جسم مثالي بقدر ما يبغى يتخلص من السكر ومضاعفات السكر في حدة حيلة. السمنة تحفز السكر. نعم واحدة من المضاعفات الرئيسية للسمنة السكر والضغط والكوليسترول. هذه لما تجتمع في عند إنسان هذه احنا نسميها اللي هو المتلازمة الأيضية، فهذه خطيرة على جسم الإنسان. طب متى يرجع للعملية؟ طبعا وبعدين بجيك الحين موضوع أنواع العمليات. حتى واحد قال لي حتى صار في بوتوكس، عمليات بوتوكس صارت تجميل السالفة، ما عاد صارت يعني علاج سمنة. فبسألك عن هذه النقاط. نعم. بس الحين متى الواحد يعني يلجأ لخيار تدخل الجراحي؟ لما يكون عندنا الكتلة الجسم أكثر من 40 هذه قطعا انتهينا منها، يقدر يدخل اللي هو التدخلات الجراحية. يعني يعتمد على تاريخ المرضي بينه وبين الجراح واللي ممكن يناقشه فيه. احنا لما نتكلم عن اللي هو السمنة من الدرجة الثانية من 35 في أعلى لما يكون عنده ضغط أو سكر أو مشاكل صحية. الآن مع منظمة اللي هو مع الجمعية الأمريكية لأمراض السكري الآن بدأت عمليات السمنة تجرى للمريض لما يتجاوز كتلته أكثر من 30، لأن وجدوا فيها زي ما قلت لك نسبة الشفاء عالية لأمراض السكر. فالآن بدأوا ينصحون المرضى. زمان إحنا وياهم نتخانق ترى في موضوع العمليات، ما يشجعون العمليات. الآن بدأوا هم أطباء السكر يوجهون الناس اللي من عنده سكر أنه سوى عملية كتلتك أكثر من 30 سوى عملية. طيب أكمل معاك على موضوع العمليات، أنواعها، آثارها العكسية، بعض العمليات وبعض الأمور أتكلم معاك فيها، وبس بعد ما نرجع من الفاصل. أهلا فيكم، نكمل حديثنا عن السمنة وتجار وهم التخسيس. محمد أنت قدامي تجربة، يعني خليني كنا حكينا عن موضوع الصغار وحتى المفروض من التنشئة نتفى الجانب إلى متى يتم التدخل الجراحي، لكن عطني تجربتك أنت يعني من السمنة مع السمنة، الطرق اللي أنت جربتها طوال المرحلة لإنقاص الوزن، الأشياء اللي اكتشفتها أنها كانت وهم حتى خلال هالرحلة احكيها. أنا راح أكلمكم عن التجربة الأخيرة الناجحة، لأنه ما قبل ذلك هي تجارب فاشلة مثل كثير من الناس اللي قاعدين يحاولوا الآن أنهم يخسروا هذا الوزن. بس يهمنا نعرف وش التجارب الفاشلة، أنه غيرك حسب أثر تجارب ناجحة. التجارب الفاشلة أنك ما توصل للهدف تبعك وأنك تنتكس، هذا مقياس التجربة الفاشلة الانتكاس، أنك تروح تسجل في الجيم أسبوعين ثلاثة توقف، تروح تأكل أكل صحي بعدين توقف. وكنت أنا أعاني من الشيء هذا سنين طويلة إلى أن وصلت أنه أنا جربت كل شيء، جربت الرياضة القاسية، الحمية، جربت حتى بعض الأدوية. وقفت وجلست مع نفسي وبدأت أفكر وحطيت زي السؤال أنه لماذا لا أستطيع تحقيق هدفي، مع العلم أنه هذا هدف إيجابي ويخدمني. اكتشفت أن المشكلة تقع في العامل أو الجانب النفسي وفي المخ تحديداً. شلون؟ اللي هو مسألة العقل الباطن ومنطقة الراحة. المخ فيه شيء يسمى اللوزة الدماغية. اللوزة الدماغية هذه مسؤولة عن الخطر، استشعار الخطر واستشعار المتعة. فلما أجي أنا وأروح الجيم
فأنا سببت خطر لهذا الجسم. الجسم دائما مبدأ العقل الباطن أقل جهد، ما يحب أنه والله يتعب نفسه كثير. أرجع بعدين أنقلب على المعدة وأحرمها، فأنا فقدت المتعة، فهنا تبدأ المقاومة النفسية، فبعد أسبوع أسبوعين بتنتكس وبتبطل. فلما وجدت أنا الموضوع أنه جانب نفسي، بديت أبحث عن الحلول، وجدت تقنية تسمى تقنية الكايزن، اللي هي تحسين البسيط المستمر. وأغلب الناس أعتقد أنها الجانب الأعمال وما إلى ذلك، ولكن هي فلسفة ومفهوم حياة، وهناك ما يسمى بالكايزن الصحي. وانت طبقتها على موضوع يعني مواجهة السمنة؟ نعم، الكايزن الصحي هو ما تفعله في جسمك الآن يوفر عليك في المستقبل وقت وجهد ومال. يعني أنه أنت بتاكل كويس وتم صحتك أحسن ما أنه تدفع فلوس في علاجك بعدين وتطيح في مشاكل. فاكتشفت أيضا معلومات كانت بالنسبة لي جديدة، أنه كان عندي مفهوم خاطئ وعند ناس كثير، أنه أول ما أفكر أخسر وزني أروح أسوي رياضة. اكتشفت أنه الرياضة فقط 20% 80% غذاء. فبدأت أنا هنا أكتسب السلوكيات بطريقة الكايزن اللي هي التحسين البسيط المستمر. بدأت حتى سويت نظرية خاصة فيني اسمها نظرية الاكتساب قبل الفقد. يعني أنا قاعد أشرب بيبسي وأكل أكل مش كويس، بس ماني قاعد أكل أكل صحي، طيب خليني أبدأ أكل تفاح أو موز خلال يومي، ما عندي مشكلة، أنا ما زلت على، بس شيء عوض عن شيء. مع الوقت أنا أزيد الجانب الصحي وأفقد تدريجيا الجانب السلبي. طيب يعني حتى تقول في الكتاب، تقول يعني حتى لقد تم برمجتنا بطريقة خاطئة، يعني فيما يتعلق بمفهوم الغذاء أو طرقه وحتى أوقاته. بالفعل. كيف؟ هي لو تشوف، لأن أبغى الدكتور الحين تعلق على هذا. طيب ممتاز. إحنا بشكل عام البشر بيتبرمجون، يعني أول ما بنولد بنولد بعقل لا وعي، بيبدأ الوعي معنا لما بنكبر. فلما بنوصل 7 سنوات إحنا متبرمجين تقريبا 90%، يعني كيف نأكل كيف نشرب كيف نضحك متى نزعل جميع، ومتبرمجين من الوالدين والأقارب. لما بنوصل المدرسة وما إلى ذلك بتكتمل برمجتنا. فلما أكون أنا صغير ودائما المشروب الغازي لازم يكون على الطاولة، فأنا تبرمجت على الشيء هذا ما أقدر أتركه في المستقبل. لما وأنا صغير مثلا وأمر وأشوف إعلانات المطاعم، فعلى طول هي بتكون ثقافتي الغذائية، فبوصل لمرحلة أنا المخ تعود على الشيء هذا ما أقدر أترك. وما تروح تلتفت، نعم، تلقى ما يحفزك على أنك تأكل أكل غير صحي. يا سلام عليك. طيب رأيك دكتورة؟ صح، جزء يعني موافقة صراحة، في عندنا ضغط اجتماعي رهيب بالأكل. يعني لما تروح المطاعم، لما تروح أي تطلع أي مكان، كأن الحلا لازم يكون أساسي موجود على الطاولة، بدون هالطلعة ما تسوى شيء. فحنا ناكل لسببين، عشان الطاقة، أول شيء الجسم يطلب الطاقة بسبب الجوع، أو بسبب أننا حنا ربطنا الأكل بمناسبات اجتماعية أو تربية. مثل ما ذكر مثلا من يوم الولد هو صغير، إذا سوى شيء كويس أهله يكافئونه أن يودونه البقالة يشتري شيء، فخلاص هو ربط أن البقالة هو شيء بالنسبة لي يجيب السعادة أو مكافأة بالنسبة لي. أكبر تكبر الطلبات، طبعا ما راح يكتفي بشيء بسيط. الحفلات لازم تكون فيها حلويات وكيكات، جمعات الأسرة السعيدة لازم يكون فيها الأشياء هذه. فإحنا ربطنا في اللاوعي أو يسمونها الهيدونيك، الطلب اللاوعي للدماغ عشان يفرز هرمون السعادة لنا ونحس إحنا بالسعادة إن إحنا سوينا شيء، ما هي كلها جوع. طيب يعني في، خلينا نجيك حتى موضوع حين أكلنا، هل هو يعني كم يمثل نسبة أكلنا من كمسبب رئيسي للسمنة عندنا تقريبا، أو طريقة الأكل عندنا وعادات الأكل عندنا بشكل عام؟ ما عندي نسبة محددة، ولكن أتوقع أنها كبيرة، كل شخص يقدر يراقب نفسه من أول ما يصحى من النوم لغاية ما ينام. أول ما تصحى من النوم ما في فطور بالبيت كويس، الأهالي ما يسوون وجبات صحية للأولاد بالمدرسة، الولد يروح للمدرسة يواجه مقصف غير صحي، يطلع من المقصف أو يطلع من المدرسة لغاية ما يوصل للبيت ممكن يمر للبقالة يشتري أشياء ما في حتى في البقالات في ليبلز أو بطاقات غذائية إنه هذا الأحمر عالي بالسكر وبالدهون، ما في ولا شيء، ما في تعوية من أول ما يصحى الواحد من النوم. تروح للبيت الغداء طبعا معروف إحنا وجباتنا لحم ولحم، أي رز،
وكثير يعني دائما اقول للمراجعين بالعيادة ليش في كثير اصناف نشويات؟ ليش رز وجريش وخبز؟ كلها مع بعض موجوده، يعني حتى اذكر في كان طفل عندي بالعياده سالني قال لي والرز هذا كله من بياكله؟ انه شلون تقولي لي اكل 6 ملاعق رز طب ماما مسويه الرز هذا كله من راح ياكله؟ فاللوم يقع بعد على الاهالي بالبيت انهم ما يساعدون الاولاد، ليش نطبخ هالكميات الكبيره من النشويات؟ نجي بالليل لو نبي نطلع اذا حنطلع لازم ناكل حلويات، واذا موجودين بالبيت لازم نسوي شيء مع القهوه. الحلا. اي واذا ما سوينا حلا او رحنا للضيوف. الحلا يدفع البلا ها؟ يزيد ولا يجيب البلا. او رحنا للضيوف نلقاهم يعني لو رحت لحد ضيفك اصلا يعني حتى يعني زي ما تقول طبعنا العربي او الشيمه او الاشياء هذه كلها يعني كرام الضيف. انه لو رحت وحد ضيفك تمر وقهوه ما اكرمك. بخيل. أيوة. لا اصلا اشوف بخيل ها اي ما اكرم الحين تلقى لي بس قهوه وشاهي بس وين ما سويت لا وصنيت فطاير وين الحلا ها والامور ضغط اجتماعي رهيب بصراحه يعني حتى الناس خلانا مبذرين يعني صح. وهل التبذير يؤثر حتى على صحتنا تمام صح. طيب خليني اجي الحين يعني هذه المدخلات والمخرجات انت وجيك السمين اللي من هالاكل او من طريقه الحياه، لكن خلينا نتكلم الحين عن العمليات الجراحيه، قاعد يطلع لنا اشكال وانواع من العمليات الجراحيه حتى البوتكس الحين صار في حتى بعضهم يقول حقن المعده بالبوتكس، وش السالفه؟ تجاره يعني تنوعت ادواتها ولا يعني؟ لا هي دائما طبعا العلم مختلف وكل ما بعد فتره بتسمع شيء جديد أول مرة تسمع وتستغرب كيف وكيف هي فكرة لكن إحنا اللي قيدنا دائما الأشياء الرئيسية المعروفة دائما ما في شيء بيطلع كتقنية إلا يكون عليها دراسات الدراسات تثبت فعاليتها وتثبت نجاحها وتثبت مضاعفاتها وكيف نتعامل مع المضاعفات طيب أنا بك الآن ترى قاعد أتابعك مثلا الناس عندهم معاناة من السمنة ومتردد بيسوي العملية ولا ما يسويها في العملية الفلانية قص المعدة في عملية تغيير مسار وش يسموه تكميم نعم تكميم في والله عملية يعني أشياء أشكال وألوان يعني خل من موقع تجربة يعني خلينا أقول جيت كاستشيرك دلني احنا طبعا تكلمنا بالنقطة السابقة عن موضوع اللي هو الكتلة ومتى الإنسان أنه يقدر طيب. يسوي العملية ولا ما يسويها اختيار نوع العملية انت ذكرت اشياء جميل عن الموضوع البوتوكس والاشياء الدخيله في الجراحات الان اللي بدينا نسمعها بس عشان انا احط النقاط على الحروف للناس اللي تسمع والناس اللي مهتمه في هذا المجال اي عمليه جديده اذا ما عليها موافقه الجمعيات العالميه وعندنا الان الجمعيه السعوديه لطب وجراحه السمنه ايضا فيها كل العمليات اللي معتمده ومعترفه محليا وعالميا وهي المسموح فيها وبعملها طبعا مش بدرجيك هل انا المطالب كمريض اني اعرف هذا مصرح ولا غير مصرح نعم. ولا دور الجهات الرقابيه نعم انت الان لا الجهات مثلا عندك الجمعيه اصدرت تعميم كامل زين باللغتين العربيه والانجليزيه لكل والدليل ايضا لكل العمليات اللي مصرح فيها وتجرى الان يجي مريض فجاه سمع بعمليه جديده ما انزل الله بها من سلطان وفجاه يقول لك انا ابغى اسويها ليش لانه الناس تخاف بطبيعه الحال من التدخل الجراحي مثل الاشعه التداخليه اللي انتم صرحتم فيها كثير عندك البوتوكس عندك الاشعه التداخليه عندك الكرمشه عندك الفراشه هذه كلها عمليات ما اعتمدت انا ماني ضد لكن احنا نقول العمليات لما يتم الاعتراف فيها من جميع الجمعيات العالميه والمحليه ذيك الساعه اهلا وسهلا تجرى العمليات هذه على بصيره، لكن ما عندك نتائج، انت كيف تعرف مدى فعاليه هذه العمليه وتاثيرها على الانسان؟ يعني يجيك المريض يسوي العمليه واحده من العمليات اللي ذكرت وبعد شهرين يقول لك ما نزلت. انا شفت في العياده يقول لك ما نزلت 3 كيلو 4 كيلو، بعضهم يقول لك فاشله. دفعت قرشاتي وجيت ما صراحة أبي العملية إيش يرجع للعملية الأساسية يجيك يبحث عن عملية تكميم أو قص يبحث عن تحويل مسار يبحث عن بالون يبحث عن أشياء كلها معتمدة هو عارفها لكن دائما المريض يختار اللي ما فيها تدخل جراحي وهذه اللي تسبب المشاكل عند المرضى فتلقاه يتنطط ما بين عيادة وعيادة وعيادة الدكتور اللي يقول له أسوي لك من غير تدخل هو اللي بيروح له بس هنا لابد أن ننتبه أنه ما هي كل عملية من غير تدخل جراحي هي عملية معتمدة طيب خلينا نطلع الفاصل الأخير بعد الفاصل نعود
نكمل حديثنا عن السمنه وتجار وهم التخسيس. محمد شوف انا حريص والله اني يعني اوثق تجربتك بصراحه يعني بس يوم قرأت عنوان الكتاب انحف وانت نايم تحس ما نحفت. فعطني يعني انت اعطيت يمكن يعني المفهوم او الفلسفه العامه اللي انت خلصت فيها كتجربه، لكن هل احد طبق تجربتك فعلا واضافت له فعلا واستطاع انه يتخلص مثلا من وزن زايد من الناس اللي تعاملت معهم؟ بالفعل اولا انا مطبق على نفسي، والباب السادس هو رحلتي من الاكس لارج للميديوم، وانا ما نشرته الا بعد ما طبقت على نفسي وبعض الاصدقاء، لانه توقعت ممكن يضبط مع احد واحد لا. لكن فكره تعديل سلوكياتك للافضل هي دائما مفيده للجميع. صح. هنا ثلاث اشياء رئيسيه مسببه مشكله. وريني الكتاب بس ودي ترفع الكتاب او تعطيني هذا معنا. طيب تفضل كمل. ثلاثة جوانب رئيسية هي اللي ما بتخلينا نخسر الوزن، اللي هو الجانب النفسي والجانب الصحي والجانب الاجتماعي. الجانب النفسي اللي هو مسألة المقاومة النفسية ومسألة والله قاعد اسوي لك انا اعلان لكتابك ترى. الله يعطيك العافية. بس لا نسبة من الارباح. لا ما بنسبة ارباح، انا بس امشي انه ما حد يتضرر بس. لا ان شاء الله. خرب السوق حق الجراحين بعدين. انحف وانت نايم. انحف وانت نايم. طيب اسلم. حتى يهمني رايك في موضوع العمليات الجراحيه. ممتاز. والموضوع اللي قاعده تصير يعني تكلم بكل صراحه. اكيد. عطنا تجربتك ومشاهداتك. نعم. انت ترى في جراح جنبك. خذ راحتك. فهي ثلاثه جوانب رئيسيه، الجانب النفسي والصحي والاجتماعي. يعني الجانب النفسي هو غالبا يعني انا دائما بانصح الاشخاص اللي معي انهم يتوجهوا لاخصائي التغذيه تحديدا، لانه التغذيه اهم. كويس. لكن مشكلة أخصائي التغذية، وأنا أحيي الدكتورة، أنه لما بيجي واحد مثلا سمين بيقولوا له والله أنت لازم تأكل قد كذا، طيب أنا معدتي كذا. عرفت؟ فما يضع اعتبار للجانب النفسي. وأنا منهم كنت بروح وباخذ وصفات وفجأة. فالجانب النفسي مهم جدا. الجانب الثاني اللي هو الجانب الصحي اللي هو الغذاء والرياضة. الغذاء ليش احنا زي كذا؟ الوقت والنوع والكميه. يوم تفطر الساعه 8، اليوم الثاني بعد الظهر، اليوم الثالث ما تفطر. صحيح. اذا اختلف الوقت اختلف النوع اختلفت الكميه. فهذه هي المشكله الرئيسيه في مساله الغذاء. الرياضه دائما يجينا رياضه، تسمع رياضه يجيك شبح خلاص، الم، جهد، فنحاول نتجنبها. هذا الجانب الصحي. الجانب الأخير اللي هو الجانب الاجتماعي اللي هي مسألة الوقت. دائما ما عندي وقت، ما عندي وقت. أنا ذكرت مثال أنه والله أنت لو وصلت عمرك 60 وقاعد تقضي ساعتين يوميا مثلا على التلفزيون أو الانترنت، أنت حتكون ضيعت 8 سنوات تقريبا من عمرك الفاضي. فلا تجي تقول لي ما عندي وقت. المشكلة الرئيسية للأشخاص اللي يقول لك والله ما عندي وقت أو يحاول يتهرب، أنه هو ما حط الصحة على قائمة الأولويات. عندنا العمل، الأسرة، الأصدقاء، الترفيه، الروحة. يا سلام. لما نجي للصحة من جميل. فأنا دائما أسأل سؤال للأشخاص اللي ما تخيل عمرك إن شاء الله بعد عمر طويل واصل 70 سنة، فعندك حالتين، هل أنت والله بأدوية وأجهزة ويدفونك أحفادك، أو أنت والله قاعد تسوي حجوزات بتسافر أنت وأحفادك في الصين؟ طيب رأيك في العمليات الجراحية والتدخل الجراحي؟ التدخل واللي قاعد يصير ترى المعلومية، بس حتى أطباء التجميل دخلوا بالخطة، مو بس حتى يعني تستشيرين سمنة، لا التنحيف وإزالة الدهون ولا تشيلون هم. يا رجل بس بقول نقطة، النحت يسمونه، بس بقول نقطة تفاجأت فيها، حتى السكس باك. السكس باك تمام ده يسوونه الحين بعمليات بالفعل تجميل. نعم. شو السالفة؟ اي نعم، هذه عمليات تجميلية بالفعل. انا مع التدخل الجراحي زي ما ذكر الدكتور، في حال انه كانت كتلة الجسم فعلا فوق 40، لانها بكلها اعراض على امراض اخرى، وما ينفع انه يجلس يسوي رياضه وكذا. طب الواقع شو يقول في موضوع العمليات عندنا؟ لا للاسف في للاسف الواقع جدا مرير. وانا دائما اقول بعض الاصدقاء، اقول اذا كان الجراح زي ما ذكرت الدكتوره انه معاه العصا السحريه حتطلع من عنده وانت ماشي طبيعي وحتخس وزنك، اوكي. لكن ايضا الطبيب حيطلب منك الالتزام برياضه وغذاء، فمن باب اولى التزم فيها وانت بكامل جسدك، يكون افضل من انه تلتزم فيها غصبا عنك. وفي بعض الحالات اعتقد ممكن يصحح لي الدكتور انه
ممكن يزيد حجم المعده وترجع تصاب مره اخرى بالسمنه. طيب خلي الوقت انا قاعد داهم بس دكتوره يعني هل ابغى تعطيني وصفه لمن يعاني من السمنه او لمن ان شاء الله يتجنبها يعني. احنا مثلا عندنا اطفالنا يحبون مثلا النوتيلا على سبيل المثال، وهذه السعرات الحراريه فيها كم تقريبا؟ كثير عاليه جدا. كيف يكون في بدائل؟ فبدائل يعني صحيه او بدائل ممكن حتى يعمل عليها الام ولا يعني الام في البيت انها يعني حتى مع الاطفال انها ما تكون لها ضرر او تكون سعراتها عاليه. هل تجيبني على سؤال، هل معناته نمنع الانسان انه ما ياكل ما يحب ولا لا كيف ياكل ما يحب؟ ممكن نمسك العصا من النص، يعني ناكل ما نحب بس بطريقه ذكيه. اعطيني طريقه ذكيه. ان احنا نحاول ان نقلل من استهلاك الاشياء اللي خارج المنزل، الوجبات السريعه، ممكن انا احضر نوتيلا بالبيت، ممكن اسوي البرجر للاولاد بالبيت، مو بلازم كل مره لازم نطلع برا، مو لازم كل مره، احنا ندور الطريقه الاسهل. انا بجيب بندق واطحان واسوي هالاشياء كلها، لان الصحه ما تجي ما هي بسهوله الواحد يحصل عليها. بس بعدين الواحد يندم اذا ظهرت عليه امراض للاسف، يعني مثل ما قال الدكتور الايضيه هذه، السكر. الان اطفال لسه حتى ما وصلوا عمر المراهقه مصابين بالسكر النوع الثاني بسبب ارتفاع نسبه دهون البطن، ودهون البطن ترتفع بسبب ارتفاع كميات الكربوهيدرات والسكريات اللي الشخص يتناولها، فترتفع عنده نسبه الدهون الثلاثيه. وأنا مسوية بحث في عيادتي بدون استثناء كل الأطفال اللي عندهم حتى زيادة بالوزن مو سمنة نسبة الدهون الثلاثية مرتفعة. شيء مؤلم أني أشوف طفل عمره 9 سنوات عند الدهون الثلاثية مرتفعة، هذا دليل أن استهلاكنا للنشويات جدا عالي والسكريات. فأنا لازم أبدأ أدور بديل صحي عندي بالبيت أسويه، والشيء صح يعني المطاعم وهذا عندهم زيوت مهدرجة وأكيد وهذه أكيد ضررها كبير. صحيح، نوتيلا كلها زيوت، مو شرط يعني في شركات ثانية مو بشرط بس النوتيلا، عشان ما نظلم النوتيلا بس، كلها زيوت مهدرجة ودهون مهدرجة، والدهون المهدرجة صعب جدا يتخلص منها الجسم لأنها ما لما وقت الحرق أو وقت عملية حرق الدهون ما تعتبر مصدر، ما بسهولة الجسم يحولها إلى مصدر للدهون يعني أكسيد الكربون. طيب لأن الوقت قاعد يهمني الدكتور نايف، يعني خليني بس أتكلم عن حتى التجميل دخلوا معاكم بالخط، ها يعني في العام صارت وصار السمين واللي عنده كتله زائده بالوزن هذا يدورونه ما يدري يروح بين ما شاء الله مشرط الجراح ولا حقين التجميل ولا وين يروح. والله شوف دائما احنا نقول انه عمليات السمنه ليجريها لابد ان يكون شخص متخصص في عمليات السمنه. كيف نعرف الانسان المتخصص؟ الانسان اللي يحمل زماله في جراحه السمنه. نعم في اطباء داخليين في التخصص هذا، لانه ما اعرف هل هو بيكون ايش نوعيه التوجه للتخصصات الاخرى. يعني في كثير من التخصصات الان تشوف التخصص الرئيسي موجود ومع ذلك يعمل عمليات السمنه. يمكن الهيئه السعوديه بدات الان بتقنين هذا الموضوع بانه تصنيف الجراح لابد ان يتم باليه معينه وبناء على قواعد معينه. اذا ارى الطبيب انت ضد انه حقين التجميل يقومون بعمليات لها علاقه تجميل او غيره؟ يعني هم هذا سؤالي واضح، انت ضد انه حقين التجميل مني ابن حلال يقومون بعمليات مثلا يعني ازاله الدهون؟ خليني بقول لك نحت الجسم مثلا. نعم، لانه غير صحيح. انت لما تجي كانسان سمين وتروح تعمل لي عمليات تجميل، تسوي شفط ولا تسوي شد ولا تسوي وش ما كانت ولا نحت، انت في الاخير تشيل من الطبقه الخارجية وليس من الطبقة الداخلية. مسبب السمنة مش هذا ناتج اللي يشيلون هذا الدهون، هذا ناتج عن السمنة الداخلية. فالسمنة الداخلية ما زالت موجودة. عندي مرضى جوني العيادة وشفتهم مسوين عمليات شفط ورجعوا سمنوا بعد 6 أشهر. ليش؟ لأنه ما زال عندك أنت الدهون الداخلية ما زالت موجودة، وكانوا يهربون من اللي هو العمليات الجراحية، فتبعد عن اللي هو التدخلات اللي هي تجميليه بالشفط او غيرها. جيد. ونبحث عن التدخل الرئيسي اذا ما كان في الرياضه والحميه معناته التدخلات الجراحيه. طيب محمد اخيرا بعد تجربتك يعني وش يمكن يعني توصل من مفتاح او من اسرار لمن يعاني من السمنه؟ حتى تقول من قاعد يستثمر في يعني في السمنه وتجار الوهم في موضوع السمنه. هي الفكره باختصار شديد غير اهدافك، تغير تفكيرك،
تتغير تصرفاتك تتغير النتيجة. لا تقول والله أنا هدفي أصير نجم موديل لازم أكون، لا أنا هدفي أعيش بصحة جيدة. فلما تبدأ تغير تفكيرك وأهدافك تتغير النتائج معك وتصرفاتك تتغير. يعني لا تفكر أنك بس عشان يصير جسمك قدام الناس زين، فكر إنه هذه صحة. نعم هي الفكرة. حنا وهذا اللي خلى الناس يروحوا للتجميل ها؟ بالفعل. يصير جسمي زين بعيد عن إنه يكون جسمي صحي. طيب شكرا جزيلا لكم، أنا وقتي والله داهمني والموضوع كذا مهم، لكن بس أختم ب يعني في الكويت هذا كان في خبر في يوليو 19 يوليو 2019 الصحة تحقق في وفاة مواطنة كويتية بسبب حبوب تخسيس روجت لها إحدى المشاهير. عاد منين تلقاها؟ حق الفاشينيستا وغيرهم اللي يجيبوا لك هالخلطات ويركبونها مع بعض ويحطون معها من عند العطار كم شغلانه او يروجون حتى لبعض الادويه الغير يعني مرخصه. اللي صار بالكويت ترى قاعد يصير عندنا الحين بكل صراحه، يعني المشاهير والفاشينيستا وغيرهم مع احترامي وتقديري دام ما في نظام صارم يواجههم نتوقع ما هو اشد وادهى وامر، والمتضرر مين؟ الناس يصدقون اوهامهم ويصدقون فعلا اللي قاعد يروجون لهم، هم يملؤون جيوبهم بعضهم، وانا ما اعمم لكن بعض مشاهير السوشيال ميديا والفاشينيستا على وجه التحديد انا اتكلم عنهم كون اتحدث عن هالموضوع التخسيس موضوع الخلطات. فيا ريت الرقيب يلتفت لهم، صحة الناس اهم من انهم يملؤون جيوبهم. شكرا لكم دكتورة زينب الغامدي الاخصائية التغذية الكلينيكية، شكرا دكتور نايف العزيز استشاري جراحة السمنة، وشكرا كذلك لاخونا كذلك محمد بن مرشد صاحب كتاب انحف وانت نايم اللي عنده تجربة واعطانا اياها في امان الله.